السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أبو بكر كان دائما يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا خذ 3 أو 4 مواقف، كان جريئا شجاعا لا يهاب. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحجر عند الكعبة. طبعا قريش كانوا أحيانا في عهد أبي طالب، أثناء حياة أبي طالب، يجرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أبو طالب بعيدا، أما إذا كان أبو طالب موجودا ما يجرؤون عليه. أبو طالب عنده أبناء كثير وقومه، بأمر واحد بإشارة من أصبعه ينصرون من شاء. أبو طالب كانوا يخافون من أبي طالب. مات أبو طالب وسمي بالعام عام الحزن، وبدأت قريش تجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون بعض المسلمين من الموجودين عندهم شجاعة ويأتون ويدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا ما يستطيعون، بشر يا أخي، يبقى أنهم بشر، يصيبهم ما يصيب الناس من خوف ومن شجاعة ومن تردد أحيانا. حتى يقول عبد الله بن مسعود: تحدثت قريش يوما وعن النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا يسبون ويلعنون في ناد من نواديهم حول الكعبة، فبينما هم كذلك يتكلمون إذ أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وكبر مصليا عند الكعبة، فقال شقي من أشقيائهم: من يمضي إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به. سلا الجزور لما تلد الناقة يخرج منها وليدها ويخرج معه دم ونحو ذلك، هذا يسمونه السلا. فكان فيه جزور مولود، يعني ناقة قد ولدت ولا يزال دماء الولادة موجودة، يقول من يقوم ويأتي به. قام أشقاهم وأتى به، قالوا ضعه على رقبته وهو ساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساجد وهو أطهر الناس وأطيبهم وأحسنهم وأجملهم، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، الذي كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، الذي كان إذا تصبب عرقه تأخذه أم سلمة وتجعله في قارورة تخلطه مع طيبهم حتى يكون الطيب أطيب. وإذا هو عليه الصلاة والسلام ساجد بثيابه البيض، رجل عمره فوق 40 سنة بلحيته الكثة عليه الصلاة والسلام، فإذا به يشعر بدم يتساقط عليه ونتن، والصحابة بعضهم ينظر من بعيد، بعضهم مظهر لإسلامه بعضهم مبطن لإسلامه، وينظرون لها المنظر والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. إن قام مشكلة، لأن الدم سينتشر على بقية جسده المبارك عليه الصلاة والسلام. وإن ظل ساجدا، طيب إلى متى وأنا ساجد والدم الآن يخالط وجهي ولحيتي؟ يقول عبد الله مسعود: فوالله ما جرؤ أحد أن يقترب منه. وين مسألة موت، وهم يتضاحكون ويميلوا بعضهم إلى بعض. يعني الخطبة نجحت، الحركة نجحت التي يريدونها. يقول: والله ما جرؤ أحد أن يقترب. قال: حتى أقبلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرها 7 سنوات، وأخذت به اليدين الصغيرتين تبعدها الدم وهي تسبهم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ورفع يديه: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم حتى دعا على 7. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء 7 موتى يوم بدر نجرهم إلى القليب، قليب الذي ألقيت فيه نتن المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه أشياء، هو يدافع عن نفسه أيضا أحيانا، لكن أحيانا ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذه المجموعات الكبيرة، ولا كان أحد يجرؤ في الغالب على الاقتراب والدفاع لأنه مباشرة ينضرب. أبو بكر يوم من الأيام قريب من الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الحجر، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، كان أحدهم يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام. جاء عقبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يصلي مباشرة خلع رداءه ولف الرداء وألقاه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وجره. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك معه وجعل يخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا. أقبل أبو بكر وأخذ بمنكبي عقبة ودفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يصيح يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا فعل بكم حتى تقتلوا؟ إيش سوى بك هو؟
يصلي بينه وبين الله، أنت ما دخلك يا عقبة، يعني لا تريد أنك تدخل في دينه ولا تريد أن يتعبد، لا سب آلهتك ولا فعل بك شيء ولا أخذ مالك، ما الذي أدخلك فيه تأتي وتؤذيه وهو يصلي؟ أنت تسجد عند صنم ولا أتى وأخذ بتلابيبك؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يوم من الأيام آخر أبو بكر في بيته، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أقبل رجل يوما إلى أبي بكر وهو في بيتنا، أسماء أكبر بناته، تقول فقال له أدرك صاحبك أدرك صاحبك الحق على صاحبك. قالت فخرج أبو بكر وله غدائر أربع، شعره طويل وعامله جدايل، له أربع جدايل، يقول تقول خرج فلما وصل إليهم قال ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال فتوجهوا إلى أبي بكر يضربونه، يضرب بعد بدل ما كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم، توجهوا إلى أبي بكر يضربونه يضربونه، تقول حتى رجع إلينا كالا متعبا. قالت فوالله ما يمس شيئا من غدائره إلا خرج معه، قطعوا شعره، تقول يمس الجديلة وتطلع معه الشعر من كثرة ما أصابه. علي رضي الله تعالى عنه قام يوما خطيبا قال يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ توقعون من أشجع واحد موجود؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. فعلا علي رضي الله تعالى عنه كان شجاعا بطلا فعلا، وإذا قرأت في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يعني سيد للمؤمنين، وابناه الحسن والحسين هم سيد شباب أهل الجنة، وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح خيبر كما في صحيح مسلم، قال لأعطين الراية غدا رجلا ما صفته؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني الله تعالى يحب عليا والنبي صلى الله عليه وسلم يحب عليا، وعلي أيضا يحب الله تعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتشرفت الناس واستشرفت النفوس لذلك فأعطاها عليا. فعلي رضي الله عنه أيضا كان بطلا شجاعا مغوارا، خطب الناس وسألهم من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، يعني أنا الحمد لله شجاع، ما بارزني أحد إلا غلبته، ولكن هو أبو بكر. قالوا كيف؟ قال إنا في معركة بدر جعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا. طبعا أنتم تعلمون مقدار الفزع والاضطراب الذي وقع في النفوس في معركة بدر، أصلا الناس في معركة بدر ما خرجوا لأجل قتال، قافلة فيها 1000 بعير معهم 40 حارسا قادمة من الشام بس، يعني ما فيها قتال ونحوه. قد يقول البعض طيب كيف يا شيخ 1000 بعير ومعهم 40 حارسا فقط؟ أقول لك نعم، العرب ما كانوا يأخذون الحراس معهم من بلدانهم، يعني هم يخرجون من مكة يسيرون نحو الشمال نحو الشام، يمرون بديار القبائل، يمرون مثلا بديار مزينة ثم لها حدود معينة ينتهون منها، يدخلون في ديار مثلا أسلم خزاعة بكر ونحو ذلك، فكانوا إذا معهم 40 حارسا هم أصليون خرجوا بهم من مكة، لكن إذا دخلوا ديار مزينة يستأجرون حراس حتى ينتهوا من ديارهم، يعطونهم حسابهم ويذهبون إلى أهلهم، يدخلون ديار بكر يستأجرون حراسا يكملون معهم يعطونهم حسابهم، يصلون إلى ديار الغساسنة في الشمال في الأردن ويأخذون حراسا من الغساسنة أنفسهم ويعطونهم أجرة حتى ينتهوا منهم، وفي الرجعة كذلك، لكن الحراس الأصليون هم 40 فقط. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قافلة، هذا صيد ثمين، قافلة 1000 بعير و40 حارس وقافلة يعني قبضنا عليها ليس في الذهاب في الرجوع، يعني مليئة بالبضائع، وكان المشركون قد عدوا على أموال المسلمين في مكة وأخذوها لما هاجر المسلمون إلى المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي يدلك أنهم ما كانوا مستعدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان سلاحه حاضرا فليخرج معنا، وأصلا نفس المجموعة هذا الجيش قد خرجوا إلى القافلة وهي ذاهبة وفاتتهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا مرة ثانية وهي راجعة، يعني قد نقبض عليها قد نمسكها، فكان المسألة فيها شك تفوتنا هالمرة ما تفوتنا. فقال بعض الصحابة يا رسول الله أنا سأخرج معكم لكن سيفي وحصاني في خارج المدينة سأحضر، قال لا 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 ما يعني الوقت أسرع من ذلك،
واحد يا رسول الله أنا سأخرج لكن سيفي عند فلان، لا لا خلاص ما في داعي يا رسول الله أنا. فاللي حاضر جاهز خرج معهم كلهم 40 حارسا، أنا أخذ لو طلع 100-200 يكفي في تصوره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يدري أن أمام قتال. فإذا بهم يقابلون 1300 جاءوا من مكة مدججون بالسلاح، معهم 600 درع، الدرع قميص من حديد يلبسه المقاتل، والصحابة ليس معهم إلا 8 أدرع، وهؤلاء 600 درع، الصحابة ليس معهم إلا فرسان، وأولئك معهم 100 فرس. شوف الفرق في العدة والعتاد والعدد. في هذا الوقت الصحابة مضطربون، أول شيء يا رسول الله احنا غير مستعدين بصراحة، أنا غير مستعد يا رسول الله، أنا أتيت معي يا رسول الله بقوس لكن ما معي إلا سهمان فقط، ما كنت أدري أمامنا جيش، ولا كان أحضر 50-60 سهم. والصحابي الثاني يقول يا رسول الله أنا ما معي إلا خنجر، أنا وش دراني أمامنا معركة، أنا ظنيت المسألة 40 حارس بس جايب خنجر، أنا ما أدري أنا أن في معركة. والثالث يقول يا أخي أنا والله عندي سيف أحسن من هالسيف، يا ليتني جبته. والرابع تخيل ناس غير مستعدين وتفاجأوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه قال لقال يا رسول الله، طبعا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه نحو ذلك كما تعلمون، ولسنا في معرض الكلام على غزوة بدر عموما، لكن الشاهد منها أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله، قال نعم، قالوا نجعل لك عريشا في المعركة، يعني أنت معنا في المعركة بتقاتل ما في مشكلة، لكن نختار مكانا مرتفعا نجعل لك عريشا، مظلة، عريش يعني مظلة صغيرة تجلس فيه تراقب المعركة، إن انتصرنا الحمد لله أنت معنا، وإن لم ننتصر لو هزمنا فإننا قد تركنا في المدينة أقواما ما نحن بأحب لك منهم. يا رسول الله يعني نريد أن نجعل لك خيارين مجموعتين، إذا نحن انتصرنا الحمد لله أنت معنا، إذا نحن انهزمنا وقتلنا على الأقل أنت تبقى حي لتقود الناس اللي في المدينة الباقين هناك، في صحابة في المدينة لسه ما حضروا المعركة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم جعل الصحابة ينظرون طيب من الشخص المغامر الذي يستطيع أن يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، من اللي بيأتي إلى نقطة إلى أخطر منطقة في المعركة اللي هي مكان القائد وبيقف معه. وأنتم تعلمون 1300 يعني، والصحابة 317 في المعركة أو 314، لأن ثلاثة منهم كان أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم استخبارات يبحثون عن أشياء، فبدأت المعركة وانتهت وهم لم يرجعوا بعد، فاللي دخلوا المعركة 314، فالكفار 1300 يعني 1300 من قريش، 300 يقاتلونها 300 من المسلمين، وألف سيتوجهون إلى العريش. فلاحظ يعني هم لن يتوجهوا لقتال والله عمر ولا قتال علي رضي الله عنه ولا لقتال أبي عبيدة، سيذهبون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأصلا العيون كلها موجهة إلى ذاك العريش، معناه الذي سيقف عند العريش رجل مستميت. قال أبو بكر أنا، أبو بكر أنت تقف؟ نعم أنا أقف ولا أخلي أحد يقترب. شوف الشجاعة والقوة، هذه يصفه بذلك علي رضي الله عنه. ويذهب أبو بكر ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل لا تبدأ المعركة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، اللهم نصرك الذي وعدتني، أنت يا ربي وعدتني أنك تنصرني، ها الآن أنصرني يا ربي، نصرك الذي وعدتني يا ربي نصرك الذي وعدتني. وجعل يهز أبواب السماء بأنواع الدعاء، وأبو بكر يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم لابس رداء كلباس الإحرام، ولم يكن عليه درع، قميص من حديد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثم بعد ذلك متأخرا لبسه عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع يديه من شدة الرفع يسقط رداءه عليه الصلاة والسلام، يبقى من غير رداء فقط إزار. وأبو بكر يبكي خايف على النبي صلى الله عليه وسلم وخايف على المسلمين الآن، يا ما كنا ندري في قتال، ويرفع الرداء ويضع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشدتك ربك، يعني لا تعب نفسك خلاص إن شاء الله الله بيستجيب لك، يكفيك بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، يا رسول الله يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فجأة يخفض يديه ويلتفت إلى أبي بكر، قال أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، جاءك نصر الله،
هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه عصابة حمراء يثور منه النقع، يعني من شدة سرعته الغبار بين السماء والأرض يثور يمينا ويسارا، وينزل الله تعالى 5000 من الملائكة. وأول ما جاء البشرى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويخرج من غمده، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى أصحابه ويقاتل معهم، ومعه أبو بكر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في العريش وجلس ينظر من بعيد، لا، نزل عليه الصلاة والسلام وقاتل. صحيح أنه لم يثبت أنه قتل يعني أحدا ذبحه يعني أنهى حياته، لكن كان عليه الصلاة والسلام يقتل، وذلك لأن عليه الصلاة والسلام يخبر أن من قتله نبي يقول إن أخزى الناس أو إن أتعس الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجل قتل نبيا أو قتله نبي، فالذي يقتله نبي يخلد ذاك المقتول في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب أنه يقتل، يعني يصيب في مقتل، لكن ممكن يقطع يد، يضرب رجل، يصيب في غير مقتل. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا، ولعله يأتي معنا ذكره. فكان أبو بكر بهذه الشجاعة. قيل لعلي رضي الله عنه، وأيضا أعطنا يعني مثالا آخر على شجاعة أبي بكر، فقال رأيت مرة أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيدفعه هذا ويتلتله هذا. تخيل واحد واقف، يأتي واحد ويسحبك من ثوبك، ثم يأتي الثاني ويدفعك من ظهرك، تقول يا أخي وخر. طيب يأتي الثالث ويسحب غترتك، طيب أترك الغترة. يأتي الرابع ويدفعك من صدرك والمجموعة كلهم عليك. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، هذا يتلتله وهذا يدفعه وهذا يقول أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، يا مجنون يا ساحر، الآلهة إلها واحدا. يقول فوالله ما دنا منهم أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا ويدفع هذا ويضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. علي رضي الله عنه يخطب ويقول هذا الكلام ثم بكى وهو على المنبر، وجعل ينتفض وهو على المنبر ويبكي ويبكي لما ذكر أبا بكر، ثم قال أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن بإيمانه. مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا يكتم، مع أنه رجل صالح بلا شك، رجل صالح لكنه يكتم إيمانه، ولا جاء يدافع عن موسى إلا باللسان، كيف اتركوه إن يكو يعني إن يكو على حق وإن يكو على باطل، وبدأ يعطيهم خيارات. أبو بكر لا، يأتي ويعلن إيمانه أمامهم. طبعا هذه الصور مشرقة كثيرة في حال أبي بكر، في قوته في الحق، في دحره للباطل، في تفريقه بين الهدى والضلال، بين الإيمان والكفر، في تحمله رضي الله تعالى عنه، في إنفاقه للأموال، وكيف كان كما ذكرنا كان يعتق العبيد المماليك الذين يصيبهم ما يصيبهم من لأواء قريش، كان رضي الله تعالى عنه ينفق الأموال لأجل ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.